أبنائي وأحبائي طلاب مدارس جيل الريادة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين، دمتم آمنين. صباح الريادة، صباح الرياضة. الرياضة جزء من حياتنا اليومية، فهي غذاء للجسم مثلما القراءة غذاء للعقل. لذا نوصيكم ببعض التوصيات: تناول الغذاء الصحي، ممارسة الرياضة بشكل يومي، النظافة الشخصية، وأخيرا نوصيكم بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. وعليكم بعض التمرينات الرياضية المنزلية التي تحافظ على القوام الجيد والصحة العامة وتزيد من تفاعلكم في التعلم عن بعد، فهي بنا. هنبدأ بالتمرين الأول مع الجري في المكان، وهو بيساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم. فهنبدأ الأول شوية أسرع، لازم نفس طبعا في الأول، بعدين كمان مرة أسرع شوية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. طب نفس كمان. تمام. التمرين الثاني فتح وضم القدمين باستخدام الذراعين. خذ نفس. التمرين الثالث نفس التمرين ولكن للأمام والخلف مع الذراعين. واحد، تمرين الضغط ثلاثة لأسفل، أربعة، خمسة، وهو ستة، بيفيد في سبعة، عضلات الفرق الأمامية والخلفية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. يسار. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. التمرين العكسي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. براحة. خذ نفس. في العضلة. طبعا باخذ الشهيق من الأنف وطلع الزفير من الفم. تمرينات الطعن بالذراعين ناحية اليمين. واحد، طبعا التمرينات دي بتفيد في عضلات البطن والجذع. نظر لازم يكون للأمام مع استقامة كاملة في الجذع. رجلين مستقيمة مع الحناء بسيط في الناحية اللي أنا بميل عندها. خمس، ست، سبعة، ثمانية. خد نفس. والآن مع تمرين البطن. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. لازم أقول الجسم مفروض والرجلين مفروضة من غير أي انفناء فيها. تمرين سريع. واحد، تمرين البطن برضو بس بشكل سريع. اثنين، أحافظ على إيدي مفروضة. ستة، والظهر مفروض. ثمانية. اطلع. أخذ. خدت نفس. أبدأ ريح. والآن مع تمرينات الذراعين. واحد، الذراع اليمنى. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نلف ثمان لفات للأمام. الذراع اليمين. هوب، أرجع. أعمل العكس. ثمان لفات. اثنين، ثلاثة، أهم شيء الذراع مفروضة. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. تبديل الذراع اليسرى للأمام. ثمان عدات. اثنين،
ثلاثة أربعة. الذراع أهم شيء، أهم شيء الذراع مفرودة والنظر للأمام. سبعة ثمانية. تبديل الذراع اليسار اليسرى للخلف. واحد ثمان عدات. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أهم شيء يا شباب ما تنساش الذراع مفرودة والنظر للأمام. عمل الذراعين مع بعض اليمين واليسار والأمام. ثمان عدات. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. النظر للأمام. ثمانية. هوب. ريح الذراعين للخلف العكس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. النظر للأمام. الذراعين المفرودين. ريح استراحة من الأنف وطلع النفس من الفم. شهيق شهيق من الأنف وزفير من الفم. بعد كده تمرين الذراعين الأعلى. ثبات. ثبات ثمان عدات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. النظر الأمام والذراعين المفرودين من غير أي انثناء فيهم. ثمانية. هوب. ريح. والآن مع تمارين الرقبة. ناحية اليمين. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ناحية اليسار. واحد اثنين ثلاثة. طبعا تمرينات بتفيد في خمسة ليونة ومرونة عضلات الرقبة. ستة سبعة ثمانية. التمرين الثالث. اثنين. الرقبة الأمام والأسفل. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. التمرين الرابع والأخير دوران. واحد. تمرين ناحية اليسار. ثلاثة أربعة. ثمان عدات. خمسة ستة سبعة ثمانية. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لنا ونتمنى لكم السلامة جميعا ونتمنى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.